صباح الخير مشاهدينا، نحن وياكم بصبحية جديدة مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. أكيد أنتم بالبيت ونحن أخذين كامل الحيطة والحذر لحتى نكون عم نقدم لكم صبحية نتشاركها نحن وياكم بهالفترة يلي الكل عم بيكون عم ينتبه على حاله، الكل إذا منه مضطر ما عم يظهر للخارج لحتى نمرق هالفترة بأقل ضرر ونكون ما عم نساهم بانتشار فيروس كورونا. امبارح الأسوشيتد بريس نشرت أنه أول تجربة وأول متطوعة وكانت خضعت لتجربة اللقاح يلي عم بتحاول تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية، وهون السباق لطرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا ما بين ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مين السباق رح يكون ومين الفعال أكثر. امبارح أول تجربة على جسم إنسان صارت على أمل أنه هالتجارب بغض النظر أي جهة أو وين نوصل لحل لحتى نوقف هالبانداميك مثل ما سمتها منظمة الصحة العالمية. فخليكن بالبيوت، انتبهوا على حالكن، خلونا ملتزمين وواعيين بطريقة عيشنا بهالفترة وملتزمين بكل قرارات مجلس النواب يلي صدرت وتعميم يلي صار نهار الأحد. أنا وزميلي بيا منتشارك تقديم هالحلقة. بيا صباح الخير. صباح الخير لإلك شادي. يعني نحن طبعا عم نطلع عبر هالشاشة الصغيرة حتى قد ما بنقدر نجرب نوعي الأشخاص اللي ببيوتهم، يعني مثل ما أطلقنا الهاشتاج خليك بالبيت، فعلا خليكم ببيوتكم تتحافظوا على صحتكم وصحة غيركم. كمان الدراسات المؤخرة بتقول أنه حتى الرذاذ اللي بيطلع من الفم جراء العطسة أو السعلة ممكن يبقى بالهواء لمدة نص ساعة. يعني يوم عن يوم الدراسات عم تختلف، كل يوم عم بيطلع شيء جديد، كل يوم نحن تحت يمكن ضغط كبير، تحت توتر أكبر بكتير، ولكن التوتر ما رح يفيدنا بشيء. علينا أنه نتوقع ونعرف كيف ناخد حذرنا، خاصة أنه لما وزارة الصحة عم بتحذر، نحن كعالميين عم حذر، المسؤولين كمان عم بيعطوا إرشاداتهم من هذه الناحية حتى نتفادى قدر المستطاع أنه ينتشر الفيروس بطريقة كتير كبيرة. طبعا هيدا الوعي اللي دايما عم نحكي عنه وعم نذكر فيه لحتى نكون ملتزمين بقواعد الصحة يلي عم تضعن منظمة الصحة العالمية، نكون ملتزمين بكل قرارات الحكومة اللبنانية وفخامة رئيس الجمهورية اللي كانوا كتير واضحين وكتير متابعين. ولبنان نظرا لموقعه نظرا لقدراته نحن بعدنا قادرين نستوعب واستوعبنا هذا الموضوع بمقابل بلدان كبيرة مثل إيطاليا مثل إسبانيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية اللي الأرقام فيها بتخوف ما بين مصابين وما بين أشخاص كمان أدى المرض بإصابتهم لحتى فقدوا حياتهم. خلينا متنبهين، خلينا واعيين لهيدا الموضوع. على كل حال نحن وياكم بأحلى صباح أطلقنا هاشتاج أحلى صباح بالبيت، أحلى أندرسكور صباح أندرسكور بالبيت، حتى تشاركونا كل النشاطات يلي عم بتقوموا فيها بالبيت، الطلاب يلي عم يعملوا أونلاين ليرنينج وهذا موضوع رح نحكي عنه اليوم، كل الأشخاص يلي حتى عم يتمرنوا بالبيت، الكوكينج سيشنز، كلنا صار عنا قدرات فنية بالمطبخ بهيدا الفترة. خلونا إيجابيين لحتى نمرق هالفترة عخير. يعني صار عنا قدرات بكل شيء شادي، نحن وقاعدين بالبيت كل واحد عم بيتفنن على طريقته. أنا امبارح يعني عملت تشيز كيك مع ريد فروتس. يعني قديك طلع طيب؟ سوبر طيب وأنا تفاجأت من حالي. يعني كان لازم اليوم تجيب تدوقنا معك. خلص ما ضايع ما طلع الضوء عليه. على كل حال هيدي الناحية الإيجابية، خلينا نشوف الكوتي بوزيتيف من القعدة بالبيت طبعا. يمكن هيك بنقعد مع العائلة أكتر، بصير في عنا وقت حتى ما نلتهي بعالم السوشيال ميديا. ولا هالجماعة طلع أوادم من قلنا فترة الكورونا. مش شايفينهم أهلي. بتعرفي هالفترة هيك خلتنا أكتر أنه محصورين بالبيت وما عم نعمل شيء، بتحسي انه رجعت وطدت هيك العلاقات. اللحمه هيك رجعت عن جد، كل واحد كان مشغول بعمله بشغله بالهموم المعيشيه اللي كنا عم نمر فيها، يمكن هيدي فتره تنسمع لبعض اكثر هيك لحتى نروق فيها ونكون هادين ونكون واعيين. هيدا اهم شغله رجاء، الوعي ثم الوعي ثم الوعي. ما حدا يستهتر ابدا بالموضوع، ما يقول اي فيروس ورح يقطع وانا محمي، لا، كلنا معرضين للخطر، ناخذ الوقايه والحذر من فيروس كورونا. صبحية مميزة نحن والمشاهدين، رح نعطي تفاصيل شو ناطرنا بصبحيتنا. أول ضيف رح يكون معنا اليوم إبراهيم شعبان، مستشار تكنولوجيا التعليم لشركة مايكروسوفت، تنحكي عن تلامذة المدارس والإي ليرنينج
والاونلاين، خاصه انه قد ايه هيدا اليوم العالم عم بيساعد الطالب حتى يضل ضمن اجواء الدراسه وما يطلع هيك برات الزيح مثل ما بقولوا. صحيح. ضيف اخر بينضم لالي مع الصليب الاحمر اللبناني كمان، يلي بجهوده وكانوا اول من كانوا بجهوزيه لحتى يكونوا عم يتلقفوا هالموضوع هالفيروس كورونا، لحتى يكونوا عم يساعدوا كل الاشخاص يلي بحاجه لهم وما زالوا لليوم خليه نحل، كمان مع كل الجهود يلي عم يبذلوها وكل المساعده يلي هن بحاجه لها. دكتور انطوني نصر المدير الطبي وعميد كليه التمريض بالصليب الاحمر اللبناني بينضم لي لحتى نحكي اكثر عن دور الصليب الاحمر الفعال بلبنان يلي عم بيقوم فيه بمتابعه مرضى الكورونا ونقلهم كمان بحالتهم الصحيه باكيد طرق تكون عم تحفظ هالفريق يلي عم يشتغل من كل قلبه وعم بحط حياته على يعني هل يعني حياته على المحك مثل ما بقول. طبعا هو معرض اكثر حدا، يعني هو الوحيد اللي على قلب الاستعداد دائما انه يلبي النداء وعم بعرض حاله للخطر كرمالنا، تحيه لكل واحد منهم. شادي مثل ما بتعرف كمان انه قد ايه حلو نحن نكون حد بلدنا، وقد ايه حلو كمان يكون بلدنا او وطننا بيتنا، هيك بنكون كمان عم نحافظ عليه. تنحكي اكثر كمان ضمن هيدا الموضوع وهيدا الاطار رح نستضيف اليوم هادي محي الدين فرحات تنحكي انا حد بلدي وخاصه طلاب الجامعه اللبنانيه يلي قاموا بهيدي الحمله، حتى نحكي بتفاصيلها اليوم نحن وياه اكيد. وتحكم المروري هو كمان من المواضيع يلي بنتابع تفاصيلها يوميا، يعني شيء كثير منيح. نعم. انه الطرقات عم بتكون كثير هاديه والحركه خفيفه وهيدا المطلوب، ولازم بعد اقل نلتزم بهيدا الموضوع نهارا وليلا الا عند الضروره نطلع رجاء وما نستخف وما نعمل استعراضات، لانه هيدا يعني استعراضات الطرقات اللي عم نشوفها ببعض الاحيان واللي شفناها امبارح قبل ما ناخذ التحكم طبعًا فيها، يعني طبعًا لو بدي اخذ وقت لاحكي عن هذا الموضوع. صح. هيدا جهل وهيدي سخافه عيب انه نكون عم نضر حالنا ونضر الاخرين. خلينا ملتزمين بهال يعني الفتره التعبئه يلي ارادتها الحكومه، هالكلمه يلي بتعني مسؤوليه شخصيه يلي بتشرك المواطن بانه يكون حامي حاله حامي خيه المواطن، منا مسحة أبدا. فخلونا ملتزمين وخلونا ننم عن ثقافة أقله قدام بعضنا، إذا مش بس قدام العالم أجمع. هيدي مسؤولية على كل واحد منا، يعني ما بدنا نستخف بالموضوع. صح. ونعمل شو أوف أنه نحن أبطال، يعني ما في بطولة بهيك مرحلة أبدا، لأنه الكل معرض. إلى التحكم المروري مع جوزيف غاوي. صباح الخير. ألو. صباح النور. كيف حال الطرقات اليوم؟ مثل ما بنعرف انه هيك يعني عم نحس حالنا صرنا بساحه خاليه، ما فيها حدا، يعني كم سياره على الطريق عم بتكون. مضبوط، عم بتكون حركه كثير قليله وطبيعيه كمان على الثلاث مداخل، بلش من المدخل الشمالي، يعني حركه كمان عم بتكون طبيعيه من مهر الكلب باتجاه دبي، مكمل كمان من دبي باتجاه ام تلياس مثل ما بين قدامنا، يعني الطريق تقريبا شبه فاضي عم بتكون. كمان وصولا على الاوتوستراد لنهر الموت حركه سير كثير منيحه. اللي كمل كمان ضمن بيروت اوتوستراد الدوره الكارنتينا شهر حلو، وصولا الى الصيفه كمان عم بكون عندنا حركه سير طبيعيه. من الصيفه باتجاه الوسط او باتجاه الاشرفيه عم بكون عندنا حركه سير كمان كثير منيحه. حتى على التقاطعات ضمن جديده الاشارات باتجاه السلومه الحي حتى جسر الواطي كمان حركه سير كثير منيحه. مدخل جنوبي كذلك الامر، انفاق المطار باتجاه المدينه الرياضيه، تقاطع المدينه باتجاه جسر الكولا، من الكولا باتجاه الوسط كمان حركه سير كثير خفيفه. اما المدخل الشرقي كمان حركه سير عم تكون طبيعيه من الصياد باتجاه الكارنتينا، وصولا الى سوق السمك حركه سير كثير منيحه. وضمن بيروت كمان عندنا العدليه حركه سير طبيعيه، كمان عندنا حركه سير عم تكون طبيعيه على كورنيش المزرعه باتجاه شارع مادياس. والخط البحري اكيد حركه سير شبه معدومه فينا نقول. هذا بالنسبه لحركه السير. بالنسبه للحوادث سجلت عنا بال 24 ساعه الماضيه، سجل عنا اربع حوادث نتج عنهم ست جرحى. محاضر السرعه الزايده 674 محضر سرعه. بنذكر للتواصل معنا على 1720 او متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك التويتر والابلكيشن.
صباح الخير عن جد لكم مشاهدينا، بدي رحب كل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا. بعرف انه كثار قاعدين ببيوتهم وملتزمين بالقرار الحكومي انه ما يظهروا ابدا برات البيت، لانه فعلا الالتزام هو وعي ومسؤوليه تجاهنا وتجاه يلي بنحبنا حوالينا. طبعا نحن اطلقنا هاشتاج ببرنامج احلى صباح، احلى اندرسكور صباح اندرسكور بالبيت، حتى نحن وياكم نتشارك تفاصيلكم اليوميه، تحسوا حالكم انتر اكتف معنا اكثر، وحتى هيك نتواصل سوا عبر هيدا الهاشتاج. رح نتلقى بهالوقت اتصال من حسان المصري من مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي لنتعرف اكثر على حال الطقس. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه. شكرا، الله يعافيك. خبرنا كيف مكفى الطقس لهالاسبوع؟ نعم، اجمالا نحن من ظهر اليوم حنتاثر بمنخفض جوي مركزه تركيا، بيؤدي لكتل هوائيه بارده نسبيا وطقس ماطر وعاصف خلال الايام القادمه. خلال النهار حنشهد انخفاض بدرجات الحرارة، ضباب على الجبال، الأمطار مثل ما قلنا بتبلش بفترة الظهر، ليلا بتبلش الأمطار غزيرة وبصحبها عواصف رعدية بالتحديد بالمناطق الجنوبية والشمالية. الرياح شوي شوي بتشتد سرعتها، بتوصل الماكسيموم الاشتداد لل 65 كيلومتر بالساعة. ليلا نتوقع تساقط ثلوج على ارتفاعات 1500 متر وما فوق. الليلة مساء؟ نعم بالليل، خلال الليل. بكرة الصبح ممكن تساقط الثلوج يوصل لل 1300 متر. بالنسبة لبكرة كمان حنتابع بانخفاض بالحرارة، انخفاض إضافي، وخلال النهار حيكون عنا أمطار خاصة بالفترة الصباحية ممكن تكون غزيرة مع برق ورعد والرياح ناشطة. بكرة بالنهار ممكن تساقط الثلوج يوصل لل 1200 متر. ليلا بكرة بالليل بتبلش تنحسر الأمطار بس مش انحسار نهائي، وتساقط الثلوج كمان الفترة المسائية. نهار الخميس حنرجع نتأثر بمنخفض آخر كمان، حيبدأ معنا تقريبا ظهر الخميس، حيكون عنا خلال النهار انخفاض بالحرارة وحنشهد تساقط أمطار خفيفة بتبدأ ليلا. ليلة الخميس بتشتد الأمطار وبرفقة برق ورعد، إضافة لتساقط ثلوج ليلة الخميس نتوقع يكون تساقط ثلوج على ارتفاعات 1400 متر وما فوق. يعني الطقس ماطر ابتداء من الليلة لنهار الخميس. صحيح، مثل ما قلنا حيكون عنا انحسار مؤقت بكرة بعد الظهر لنرجع نتأثر نهار الخميس بمنخفض آخر. ودرجات الحرارة رح تتراوح أقصاها وقت نهائي؟ نعم، اليوم الحد الأقصى بالمناطق الساحلية حيوصل ل 16 درجة، بالمناطق الجبلية 13، وبالمناطق الداخلية الماكسيموم حيكون 16 درجة. طبعا بكره الحرارات حتكون منخفضه اكثر، يعني ممكن الساحل يكون ماكسيموم 15 درجه او اقل شوي، بالمناطق الجبليه اللي بكره الماكسيموم حيكون 12، بالمناطق الداخليه الماكسيموم حيكون 15 درجه. الرياح مثل ما قلنا ناشطه، سرعتها بين 20 وال 35 كيلومتر بالساعه، الماكسيموم الاشتداد عم يوصل لل 65 كيلومتر بالساعه. بالنسبه للرؤيه على الساحل متوسطه سيئه على الجبال بسبب الضباب طبعا، وخاصة خلال فترة تساقط الأمطار. طبعا معدلة الرطوبة اللي هي بين 70 و90% عم بتأدي لتكون طبقات من الضباب على الجبال. البحر مائج وحرارة سطح المي 18 درجة. حسان، هالطقس الماطر والمسقع رح يستمر مثل ما قلنا ابتداء من الليلة لنهار الخميس، رح يكون في تحسن بحال الطقس صباح الجمعة؟ بالمبدا هلا حاليا النشره للخميس نتوقع يمكن الامطار تتابع اكثر كم يوم، تفاصيل الويك اند يعني ان شاء الله بنشرات لاحقه بنشره مسائيه او بكره. نعم، شكرا لك، يعطيكم العافيه. بالمبدا يعني حسب ما عرفنا من زميلنا انه السبت بتتابع الامطار، الاحد ان شاء الله بيكون صحو. نعم، شكرا لك حسان المصري، يعطيك الف عافيه، وتحياتنا لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي. مشاهدينا نحن وياكم بنتابع صبحيتنا، مثل ما ذكرنا الفقرات اللي عم نشوفها بالرياضه هي مسجله مسبقا لانه كل النوادي الرياضيه مقفله حاليا، واكيد كلنا ملتزمين بهيدا القرار كلهم من موقعه، اكيد ما عدا المهن يلي مضطرين انهم يكونوا عم بيزاولوا مهنهم ولكن بحمايه وبمتابعه. وهون اكيد تحيه كثير كبيره على راس كل هالاشخاص، الاشخاص يلي بالحقل الطبي، لانه عم يعطوا من حالهم، عم يعطوا مش بس من مهنتهم، من هالرساله يلي عم بيأدوها لحتى يكونوا الى جانب الناس، الى جانب العلاج بمتابعه حثيثه لهالكارثه يلي عم بتصيب الكل.
كل القطاعات تأثرت بهذه الفترة بسبب الإقفال العالمي، بسبب إعلان حالة طوارئ ببعض البلدان، بسبب هيدا الهدوء لحتى يتم استيعاب فيروس كورونا. أكيد القطاع الرياضي من القطاعات المتأثرة جدا، كمان كتير من البطولات لغت إن كان بالباسكتبول بغير رياضات، وأكيد كمان الفوتبول تأثر بطريقة مباشرة بهيدا الموضوع. لحتى نتوقف أكثر مع تفاصيل رياضية لنشوف كيف فيروس كورونا أثر على القطاع الرياضي وتحديدا الفوتبول، الإعلامي الرياضي جوزيف أبي شاهين بينضم لنا لحتى معه نكون عم نحكي تفاصيل إضافية وناخد منه كل شيء جديد بإطار هيدا الموضوع. جوزيف صباح الخير. صباح الخير شادي، يعطيك العافية. شو أخبارك؟ أنا أول شيء مشتاق لك، ودايما حبيبي دايما منتابع كل عملك الجد بهذا الإطار، ودايما متابعتك الحثيثة بعالم الرياضة. بداية جوزيف، اليوم مع البطولات يلي انلغت، يعني إن كان من الشامبيونز ليج، من اليوروب ليج، من الورلد كوب ليجز وغيرها، خبرني شوي كيف الحال عالميا وكيف صدرت هذه القرارات لإلغاء هالبطولات يلي الناس بتنطرها من موسم للتاني. صحيح، أول شيء شادي بالنسبة للرياضة العالمية، الأكثرية الساحقة من المشجعين بالعالم بيتابعوا رياضة كرة القدم بمختلف أنحاء القارات. هلأ بمثلا بأمريكا الـ NBA كرة السلة هي الأكثر متابعة، ببعض الدول ممكن نشوف رياضات ممكن العلاقة بالسيارات، ولكن بشكل عام الأكثرية الساحقة بتتابع كرة القدم. هذا السنة هذا الموسم استثنائي بشكل كتير كبير. ليش؟ لأنه بشهر حزيران بشهر تموز بدها تنلعب الألعاب الأولمبية بطوكيو اللي تقام مرة كل 4 سنوات. هلا خلينا نحكي بعد شوي عن طوكيو شو رح بيصير فيها. نبلش بالفوتبول. تفضل. الفوتبول في عنا 5 بطولات كبرى بالفوتبول بنسميهم، يلي هن بأوروبا الغربية، يلي هن انجلترا، ايطاليا، المانيا وفرنسا واسبانيا. هيدي البطولات الخمسة تم تعليق العمل فيها، صار في سسبنشن، يعني في من هلا لأول شهر نيسان ما بقى في مباريات، ما بقى رح تقام هذه المباريات بسبب إصابة عدد من اللاعبين والإداريين. مثلا بإيطاليا دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس انصاب، فريق يوفنتوس بالحجر الصحي. بإسبانيا في 35% من لاعبي فالنسيا موجودين بالحجر الصحي، من بيناتهم المدافع الأرجنتيني إيزيكيال جاراي. وبالتالي صار في تعليق للبطولات الخمسة الكبرى. يوم نهار الثلاثة نحن هلا أمام نهار مفصل كتير 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 كبير، في اجتماعات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الاتحادات والأندية والمنتخبات وكل المعنيين. شو المتوقع انه يصدر عنا جوزيف؟ صحيح، المتوقع انه نحن بشهر حزيران بين 12 حزيران و12 تموز في شيء اسمه كأس أوروبا لكرة القدم اللي تقام مرة كل 4 سنوات. كيف المونديال بنلعب مرة كل 4 سنوات، كأس أوروبا بتلعب كمان مرة كل 4 سنوات. هذا الكأس الأوروبا مقرر ب12 حزيران، لأول مرة بتاريخ المسابقة رح ينلعب ب12 دولة. عادة كنا بنشوفه يا بدولة أو بدولتين. اليوم المتوقع أنه بعد الاجتماع الماراثوني يلي رح ينعمل بالاتحاد الأوروبي أنه يتم تأجيل كأس أوروبا لسنة، يعني بدل ما تنلعب بحزيران 2020 بعد 3 أشهر تنلعب السنة الجاية بال 2021، وكل هالشي بسبب فيروس كورونا، خصوصا أنه كأس أوروبا رح تنلعب ب 12 دولة، ولا يمكن أنه ما يتأثر هالشي لأنه البيك تبع فيروس كورونا متوقع أنه تكون بعد بحزيران، ويعني لأشهر متقدمة بتكون بعزة. هذا بالنسبة لكأس أوروبا، عم نحكي هون للمنتخبات للدول يعني مش للفرق. جوزيف، إذا بنحكي عن المنتخبات على صعيد الوطني، يعني الناشونال ليجز يلي والشامبيونشيبس يلي عم بيصيروا، هل تأثروا أو بعد ما في شيء واضح بهذا الإطار؟ بالنسبة للبطولات الوطنية مثل ما قلت لك، البطولات الخمسة الكبرى أكثرية البطولات بالعالم حتى بالدول العربية صار في سسبنشن لألاف، صار في تعليق للمباريات. أول شيء كانت عم تقام شوي بدون جمهور لتفادي انتقال الفيروس، بعدين صار هلأ في تعليق لألاف، تم توقيفها كل البطولات على الأقل لأول نيسان، وأكيد رح بتم تمديدها يمكن لأيار ولا أكثر من ذلك. نبقى بالأندية، في تشامبيونز ليج كانت شغالة، دوري أبطال أوروبا اللي هي أهم مسابقة أندية لدى العالم اللي بيشارك فيها ريال مدريد وبرشلونة وغيرها من الأندية الكبيرة بالعالم. هيدي البطولة اليوم كمان الاتحاد الأوروبي بده ياخد قرار فيها، لأنه بعدها هي بالدور تمن النهائي يعني، وبعد المسابقة ما استكملت، وبالتالي اليوم رح تتاخد قرار فيها. هلأ بننتقل للموضوع الثاني الأهم بكثير يلي هو الألعاب الأولمبية. طبعا الألعاب الأولمبية شوي مختلفة، لأنه المنظمين تبع الألعاب الأولمبية هم اليابانيين بطوكيو، والهيئة المشرفة على الألعاب الأولمبية هي اللجنة الأولمبية الدولية. هون في تحفظ كبير من المنظمين ومن اللجنة الأولمبية إنه بعد الأمور كلها ماشية ورح تنعمل الألعاب بوقتها بتموز، ولكن مع اقتراب الوقت والضغط الكبير كمان اللجنة الأولمبية الدولية عندها اجتماعات اليوم،
مع كثير اتحادات دوليه لحتى تاخذ قرار وتشوف، لانه مثل ما ممكن يصير في ضغط من اللجنه الدوليه الاوروبيه باطار هذا الموضوع لحتى يصير تاجيل او يصير كمان يعني اجراءات معينه، لانه كمان عم نقرب على الفتره واللاعبين بدهم يكونوا جاهزين وعم ببلشوا يتحضروا. جوزيف، في تصفيات للاعبين، يعني طبعاً. اذا بدك تشارك بالالعاب الاولمبيه ما فيك تطلع بالطياره طبعاً. وتشارك بالالعاب الاولمبيه، بدك تخوض اليميناتوار كواليفايرز، يعني ادوار تاهيليه لتشارك ويكون عندك ارقام بتاهلك انك تشارك بالالعاب الاولمبيه. هلا الادوار التاهيليه والتصفيات كلها متاثره ومتوقفه بسبب الكورونا فيروس، وبالتالي اللجنه الاولمبيه انا معضله كثير كبيره انه مين بدها تخلي ناس يشاركوا بالالعاب، وهون مبدا العداله ما عم بيكون متواجد بين رياضي واخر، واحد بيشارك مع تصفيات ورياضي اخر بيشارك بدون تصفيات، وبالتالي هذا البدو جوزيف اليوم كمان. نعم جوزيف، ختاما وباختصار شديد لتصفيات كاس العالم يلي رح تصير بقطر 2022 بال 2022، هل من تاثر بهذا الموضوع او بعد ما في شيء واضح بهذا الاطار؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم قال بطبيعة الحال انه كل المباريات ضمن التصفيات بالوقت الحالي رح يتم تأجيلها، ونحن عنا بقارة اسيا مباريات منتخب لبنان كمان رح يتم تأجيلها، خصوصا يلي كانت مقررة بشهر اذار الحالي. كل التصفيات بكأس العالم حاليا معلقة ما رح تقام، بس كأس العالم مثل ما بتعرف بال 2022 بيقدروا يرجعوا يعملوا بروجرامينج ريبروجرامينج للمباريات بال 2021 طبعاً. وبالتالي هلا كل شيء معلق سسبنشن، ما في اي مباراة مقامة. الاعلامي جوزيف ابي شاهين، ضويت لنا اكثر كيف تأثر القطاع الرياضي وتحديدا الفوتبول بفيروس كورونا، شكرا لك على كل هيدي التفاصيل. صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا بهالوقت، وبذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج اللي رح تمروا باسفل الشاشه، يمكن على الفيسبوك على تويتر او عبر الانستغرام. طبعا نحن اطلقنا هاشتاج احلى صباح اندرسكور احلى اندرسكور خليك اندرسكور بالبيت، حتى نحن وياكم نتواصل طبعا عبر يمكن صور عم بتعيشوها انتم داخل بيوتكم، خاصه انه لما تحسوا حالكم بهيك مرحلة عايشين لحالكم وبعاد عن العالم الاجتماعي. طبعا رح نتواصل احنا وياكم عبر هيدي الصور، ورح نكون هيك انتراكتف اكثر معكم. فبدي اذكر كل الاشخاص يلي اليوم ما عندهم اي امور واجبه لازم يقوموا فيها، ما يطلعوا من بيتهم، خليكم ببيوتكم، لانه هيك بتكونوا عم تحموا حالكم وعم تحموا يلي حواليكم، وعم نخفف قدر المستطاع من انه ننشر فيروس كورونا. قد ايه اليوم الطلاب كمان عم بيعيشوا ببيوتهم حالة يمكن بالنسبة لأكتار حسين بوجع، حسين بعزلة، حسين حالهم بعاد، لأنه في عندهم استحقاق آخر السنة واللي هو كل الطلاب اللي بدهم يقدموا على الامتحانات الرسمية عايشين بهذا القلق والخوف، وغير طلاب مبسوطين لأنه عايشين بالبيت ومثل ما هن بدهم وعلى راسهم. إجا الإي ليرنينج أو الأونلاينينج تحت الأونلاين عفوا تحت يساعد الطلاب أنه يتمموا واجباتهم الدراسية من البيت. قد ايه هيدا الموضوع عم بيساعد الطالب، قد ايه عم بيخفف عبء على الاهل، قد ايه عم بيعيشهم بحاله ستريس كمان اكبر بكثير من اللي كانوا عايشينها الطلاب وقت مقاعد الدراسه او بالمدرسه. رح نحكي بالتفاصيل اكثر مع ابراهيم شعبان مستشار تكنولوجيا التعليم لشركه مايكروسوفت. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه قد ايه اليوم نحن بظل هيدي الازمه اللي عم نعيشها، قد ايه الطالب اليوم قادر يتعلم او يتلقى دروسه أونلاين بدون ما يحس بفرق كتير كبير بين المدرسة وبين الدراسة عبر السوشيال ميديا أو أونلاين؟ هلأ بداية تكنولوجي الأونلاين ليرنينج أو الديستانس ليرنينج هي موجودة من زمان، وفي كتير مدارس على صعيد المدارس أو الجامعات أو مؤسسات تعليمية عم تطبق هيدا التكنولوجي. فمثل ما بيقولوا أنه وصلنا نحن لهيدي المرحلة هلأ، بس لإجا فيروس كورونا صارت حاجة ملحة لكل هالمؤسسات، لأنه بنعرف في مثل ما تفضلت وحكيتي في استحقاقات امتحانات رسمية، استحقاقات دراسية، ما نخلص هيدي السنة ما نروح سنة جاي، سيمستر بالجامعة بده يخلص بده يروح لسيمستر الجاي. فطبعا هلأ نحن يعني وصلنا بأمس الحاجة لهيدي التكنولوجي عن طريق التعليم عن بعد أو الأونلاين ليرنينج أو الديستنس ليرنينج، ولكن في بعض المشاكل عم بتصير عنا بشكل عام يعني بلبنان، لأنه نحن ما في عنا بلاتفورم أو مش مجهزين مسبقا على الإدوكيشنال تكنولوجي. في بعض المؤسسات بتخاف أنه كيف أنا بدي فوت ولا تكنولوجيا على المدارس وإلغي الكتاب وأعمل
وكتير تفاصيل تانية. فاليوم هالمؤسسات صار بدها حاجة ملحة. طب أنا كيف بدي فوت هالتكنولوجي هلأ مثلا على سبيل المثال، وأنا عندي فترة زمنية سابقة الأساتذة مش مجهزين؟ يعني هل في بلاتفورم مؤسس من قبل برأيك؟ مزبوط. هلأ نحن بشكل عام في بلاتفورم لجوجل، في بلاتفورم لمايكروسوفت، في بلاتفورمز كتير أونلاين وشركات خاصة. هلأ مثل ما نحن حكينا قبل، مركز تقنيات المعلوماتين المتطورة متفقين مع مايكروسوفت عشان نعمل هذه البلان للإديوكيشنال ليرنينج وللديستانس ليرنينج لكل مؤسسات ومدارس رسمية أو خاصة. حتى نحن أطلقنا مبادرة من تقريبا شي 10 أيام أنه كل المؤسسات الرسمية نحن نعطيها للبلاتفورم فور فري بظل هذه الأزمة تاعت فيروس كورونا. فقط المدارس الرسمية؟ مدارس الرسمية، لأنه هن أكثر مدارس أمس حاجة لهذا الموضوع. مدارس الخاصة نحن معنا مشكلة أكيد بنروح على مدارس الخاصة، ولكن الجزء من هالمدارس بيكون مجهز قبل، لأنه بنعرف نحن أنه الخاص هو حر باستخدام التكنولوجي education technology اللي عنده بقلب المدرسة. فهذا البلاتفورم عم يتطبق على كتير مدارس وماشي حاله تقريبا من 5 إلى 6 سنين، ونحن صارنا بهذا الدومين من 15 سنة. فتقريبا هلا نحن بيجي ما بنعرف، نحن في كتير بلاتفورمز بيجي الاستاذ بيقول طيب انا كيف بدي مثلا اشرح درسي، انا اعتبر حالي انه انا تعبان بدرسي بدي اشرحه، يجي استاذ تاني ياخذ افكاري او يرجع يشرح بالطريقه اللي انا بشرح فيها. نحكي على سيد الاستاذ، نرجع نحكي على هو المفروض يكون في خصوصيه، صح. فهذا البلاتفورم شو عامل، هي عده ابلكيشنز من مايكروسوفت، مش بس ابلكيشن وحده، مجموعين مع بعض بطريقه مدروسه، وطبعا على فتره الخبره نعرف نحن كل تفصيل شو بده الاستاذ، شو بده المدير، شو بده المشرفين، شو بده التلاميذ، وهو اللي كلهم مع بعض. فهذا البلاتفورم بيخلي أنه كل أستاذ يكون برايفت مع صفه، والأساتذة بيقدروا يشوفوا بعض، يعني أنه يحكوا مع بعض الأساتذة، والإشراف بيقدر يراقب الأساتذة. يعني باختصار أنه مثل المدرسة اللي هي فيزيكال موجودة هلأ بالوقت الحالي، ولكن حولناها لفيرتشوال. يعني صار المدير بيشوف النظار شو عم يعملوا، المشرف بيشوف تلاميذه شو عم يعملوا، الناظر بيشوف المشرفين، تلاميذ بيشوف مثلا في تلميذ شاغب بالأونلاين سيشن، الناظر بيقدر يعرف هذا التفصيل فبيرجع بيروح بيعاقبه هذا الناظر. هيدا عم نحكي احنا هون عن الاونلاين سيشن لمجموعه، صح، مش لشخص واحد، لانه اجمالا هلا عم بيكون الشرح 1 تو 1 يعني من الاستاذ للطالب 100%. شو عم يصير عندنا بال1 تو 1؟ 1 تو 1 اول شيء بيكون في مثل ما تفضلتي وحكيتي استاذ بيشرح لتلميذ واحد، صحيح. طيب انا اذا بدي عندي بالصف 25 تلميذ شو بدي اعمل؟ يعني صار عندي وقت زياده، في اساتذه عم يسجلوا السيشن تاعيتهم ويقدروا يشوفوها تلاميذ كلها، يعني بيسجل فيديو بيرجع بيحضروا التلميذ 2 3 ليخلص الصف كله. بس الكولابوريشن اللي انا عم بحكي عنها انه الاستاذ بيشرح والتلاميذ الصف كله اب تو 200 ستودنت، بس اكيد ما بيكون فيها هالقد، يعني عاده 25 30 بنفس هذا الوقت بيكون هنا عم يسمعوا الاستاذ وبيشاركوا الاستاذ، يعني بيقولوا انا ما فهمت هالنقطه، ما عرفت هون، كيف بدي اعمل هون. يعني كانه بالصف ولكن على الاجهزه الالكترونيه، يعني هلا بنحكي فيهم كمان هلا قبل ما نفوت بالاجهزه الالكترونيه، وقد ايه في عالم عندها انترنت بالبيت، صح. وعالم لا، وفي ناس عندها كمبيوتر وناس لا، التفاصيل رح نحكي فيها. ولكن بالبدايه كنت ذكرت نقطه كثير مهمه، انه المدارس الرسميه اوريدي البلاتفورم صار موجود عندهم وقادرين تساعدون من خلال التعاون مع مركز التقنيات المعلوماتيه المتطوره لربيع بعلبك. صح. مين المدارس الرسميه اللي عم تتعاون معها اليوم؟ طبعا اكيد مش الكل، لا، نحن اطلقنا هذه المبادره. المدارس نحن اكيد عندنا جزء كثير بسيط من المدارس الرسميه، مش كل لبنان، فنحن معنا مشكله اذا بنتعاون بهذا الموضوع عشان نقدر نشتغل مع مدارس رسميه بلبنان كلها. ولكن يعني في عنا في مدارس بجنوب، في بيروت، في بالبقاع، في بعض المدارس الموجوده، بس طبعا عدد كثير صغير، يعني لا يتعدوا جمعهم كلهم 20,000 تلميذ. نعم. مقارنه بحجم لبنان هن ولا شيء. بس نحن الاكونت اللي عنا اياه هو بيفتح بيقدر يتحمل لبنان كله بهذا الموضوع، لحتى نقلب البلاتفورم نحن على الاونلاين ليرنينج او ديستانس ليرنينج، بس لحتى تقطع هذه الازمه شهر شهرين، ما حدا بيعرف، ان شاء الله تخلص بكير، يعني ان شاء الله يا رب. بس انه لتقطع هذه الازمه، وكمان مش مشكله انه لسنه الجاي تكون هالمدارس، بتعرفوا يعني الثوره الصناعيه الرابعه صارت وكثير تطور تكنولوجي صار، فما بي يعني
مش غلط انه هذه المدارس كمان سنه الجاي تقدر تكمل، يعني مثل ما هي اسست حالها بهذا البلاتفورم هلا تضلها مكمله فيه لسنه الجاي، لانه كثير برايك نحن اليوم على جهوزيه كامله لتطبيق هذا الاسلوب على فترات طويله؟ اكيد لا، لانه كمدارس عم بحكي، بس كتقنيين اكيد ما في كثير بالبلد، مش شوي كثير، بس كمؤسسات لا، لانه نعرف نحن في اساتذه، في بعض الاساتذه يمكن ما بيعرفوا يطبعوا ورقه، ما بيعرفوا يدوروا كمبيوتر، يفتحوا انترنت، فبده يكون في قبل هذه الخطوه الطارئه اللي صارت لازم يكون في فتره تدريب الاستاذ لحتى يعرف كيف يستعمل الكمبيوتر، لانه بنعرف نحن في كثير ترابل شوتينج بيصيروا عندنا ومشاكل، بس نحن نحكي مع بس نكون في اونلاين سيشن او يكون في فيديو كونفرنس او كول كونفرنس في كثير ترابل شوت بيصير، فاكيد لازم الاستاذ يكون عنده معلومات ضئيله بحد ما عن هذا الموضوع، فهيدي الفترة بدها تدريب، فنحن وصلنا لمرحلة ما في حدا مدرب، نعرف نحن في بعض المدارس الرسمية بلبنان أجهزة كمبيوتر ما فيها بالمدرسة، فنحن كيف مدرسة مثلا تلاميذها وطلابها ما عندهم أجهزة كمبيوتر بدهم يطلعوا على مرحلة كتير عالية اللي هي distance learning أو online learning، فهون بيصير في الخلل البسيط، بس علاجه هو أنه أكيد ما في شيء مستحيل، يعني علاجه أن تدريب الأستاذ وبطريقه كتير سلسله ومثل بيقولوا مش معقد كتير، يعني بس يعرف الاستاذ شو بده يشتغل وبيمشي الحال، بيقدر هذا البلاتفورم يشتغل بشكل كتير طبيعي لنقطع هذه الازمه. قد ايه التعلم على البعد اليوم بيفيد الطالب؟ هلا نحن بشكل عام الطلاب بيحبوا الاجهزه الالكترونيه، بيحبوا الايبادات، بيحبوا التليفونات، بيحبوا الكمبيوتر، وهيدا الابس اللي انا عم بحكي عنها هن انتجريتد بكل الاوبريتنج سيستم. هذا احدى طلاب المدارس الرسميه اللي عم نشوفها على الشاشه هلا. صحيح؟ صحيح هلا عم بعرفه. تفضل. فهول البلاتفورمز احنا عم نحكي عنهم هن بيعملوا انتجريشن على كل الاوبريتنج سيستمز، يعني على الكمبيوتر فينا ننزل هيدا الاب او على التليفون او على الايباد او على اي جهاز الكتروني، فاكيد التلميذ كتير بحب القصص الالكترونيه بدل ما، وكمان هم بده يكون في توعي من الاهل، هلا اكيد الاهل بهذه الفتره يعني الله يعينهم الاولاد بالبيت وبدهم اياهم يدرسوا، فصار مثل تحفيز اكثر انه بيفتح الايباد اللي هو بيلعب فيها التلميذ بيشوف الاستاذ عم يشرح له، كمان حتى لو كنا 25 و30 تلميذ نفس الوقت بيكون الاستاذ مبين لحاله عم يشرح التلميذ مثل 1 تو 1، بس هي بيكون في مجموعه ولكن على الايباد او التليفون او الكمبيوتر بين عنده انه عم يشرح له، فبيركز معه اكثر بصير ياخذ ويعطي اكثر، وبشكل عام مثل ما قلنا نحن التلاميذ هن بيحبوا القصص التكنولوجيه، بس هنطلع على التكنولوجي كثير بحبوها وفعالين فيها، يعني فعلا حتى التجارب الفترات الماضية أو السنين اللي قبل الأزمة كتير مقسبتي أنه موضوع كيف نفوت التكنولوجي بالإدوكيشن كتير فيها نقط عالية للتلاميذ والمدرسة، بنلاقي تفاعل كتير كبير بهذا الموضوع. هيدا من الناحية الإيجابية، يعني للتعلم عن بعد، خاصة أنه الطالب بحس حاله معني، كأنه الأستاذ عم بفسر له لحاله. صحيح. الدرس ورح يكون بمنقى عن باقي الطلاب. مزبوط. ما رح يلتهي بأي طالب تاني، خاصة بالصف أنه بتعرف دايما الطلاب بيلتهوا ببعضهم ورح يشطوا شوي عن الشرح اللي بيكون عم بيقدمه الأستاذ. اليوم هيك الطالب بيكون عنده قدرة تركيز أكبر، ولكن في مشاكل طبعا راح يؤدي لها التعلم عن بعد، خاصة أنه أول شيء من الناحية الصحية، من الناحية الجسدية، لنظره للطالب، ولما يتعلق بهيدا العالم قدي راح يكون في صعوبة يرجع عن قاعدة الدراسة بالصف. مزبوط. هلأ هذه الفكرة كتير مهمة، عادة اليوم نحن بال 2020 الأجهزة الإلكترونية اللي عندنا إياها الديفايسز هي ما بتأذي النظر كتير مثل الأجهزة القديمة، ولكن أكيد نرجع منقول نحن أنه الأهل هن لهم أكبر دور بهذا الموضوع كيف يعملوا كنترول على التلميذ. طبعا هلأ أنه التلميذ عم يفيقوا مش بكير، عم يفيقوا بوقت مأخر وعم يسهروا وعم بيفتح الآيباد لحتى يشوف السيشن اللي هو بده إياها إذا كانت مسجلة بأوقات مريحة، يعني الظهر أو العصر، فأكيد بده يكون في توعي من الأهل على هذا الموضوع وانضباط. فعشان هيك نحن هذا البلاتفورم عم نحكي عنه، كيف المدرسة بتكون مثلا بتبلش دوام من 8 لتنتين نفس الدوام تقريبا، يعني بشكل عام يعني حيكون في انضباط ضمن الدوام الدراسي المعتمد. صحيح. فضمن هذا الدوام من 7:30 أو من 8 لتنتين أو 3 حسب كل مدرسة بيجي التلميذ بفيق الصبح بيقعد على الكمبيوتر بيشوف أنه مثلا والله من هذه الساعة لهذه الساعة في هذه الحصة على سبيل المثال، وبعدين
بضلوا يكمل بهذا التفصيل. هلا بنيجي نقول نحن بركي نحن عم نشرح اونلاين وقطع الانترنت، بعرف نحن في كثير عنا بالبلد هيك بيصير، راح الانترنت، انترنت ضعيف لظرف معين راح الانترنت. فهيدي السيشن اللي هو الاستاذ عم يشرحها هي مسجله، بس تكون مسجله هيدي السيشن بيرجع بيقدر التلميذ من بعد ما يطلع يرجع يفوت، مثلا نقول على سبيل المثال راح عليه 10 دقائق او ربع ساعه او ثلث ساعه، هيدي البارت اللي راحت بيرجع بيقدر يشوفها اونلاين لحاله، يعني ما بيكون ضيع شيء، يعني ما بيكون ضيع شيء. كمان الموضوع الانترنت، نعرف نحن انه في اهل انه بيقولوا انه طيب اوكي فيديوهات وكونفرنس وهول التكنولوجي يعني بيصرفوا انترنت، يعني اذا انا ما عندي مثلا وايرلس بالبيت او ما عندي راوتر بالبيت فعندي مشكله هون على الانترنت. هون طلعت صرخه الاهل كمان يعني من هيدي الناحيه، اهل اعترضوا على الفكره لانه بالنسبه لهم ما بحبوا اولادهم يقعدوا على الكمبيوتر ولا يحملوا ايباد، بيعتبروا انه الكتاب والدفتر هن اساس بالتدريس، واهل تانيين حسوا براحه لانه الطالب صار عم بيعتمد على حاله بدل ما يتكل على الاهل، والباقي لا اعتبر انه عم بيرجع يشرح لاولاده من اول وجديد، يعني وقعت الكارثه بين الاهل والطلاب. هلا هو يعني اكيد المجموعه اللي هي عم تقول انه التكنولوجي بتاذي التلاميذ وبتاذي الطلاب اكيد ببعض المحلات معهم حق فيها، ولكن نحن نعرف هلا انه في ازمه والعالم كلها بالبيوت والتلاميذ كلها بالبيوت، فما في سوليوشن لهذا الموضوع الا انه نطبق هذه القاعده. في الاهل شو يعمل اذا هو عن جد مش حابب تلاميذه او عفوا اولادهم يعني للاهل انه ما بدهم اياهم كتير يقعدوا على الشاشات وعلى هذا هيك مواضيع الاونلاين، فيها هي الام او البي يعني يحضروا السيشن يشرحوا لي اياها لابنهم على الورقه والقلم. بنبسطوا منك كثير هلا. ما مشكله، بس انه نحن عم نحاول قد ما فينا نخلي هذا الموضوع مسكر. طيب يعني اللي ما عنده انترنت بالبيت واللي حالته على قده وبالنسبه له هذا الموضوع يمكن من الاساس، يمكن ما في لابتوب بالبيت، صح، كيف بده يتعلم هذا الطالب؟ هلا هون في عنا منحيين، منح الاول هو منح دوله انه بيكون في تلفزيون معين او شاشه معينه تعرض هذا التفصيل، طبعا هذا شيء تابع للدوله. صار المنحه الثاني هو انه في مبادره اطلاق وزير الاتصالات انه عطى انترنت فور فري، فهذا الباكج اللي اعطاها بيزيدها بحجم كتير كبير. وانا ما بتصور اليوم في بيت يعني بعنا بلبنان ما في تليفون انه التليفون في انترنت يعني، فبس يعطي هذا الباكج بيصير في عليه انترنت كتير التليفون انه عليه الميجا بايتس او بشكل كتير كبير، فبيقدروا يفتحوا هيدي الابليكيشنز بطريقة أكثر. طبعا هي المبادرة بدها مبادرة الدولة مش مؤسسات طبعاً خاصة أكيد، يعني ما فيها تكون مبادرة فردية، صحيح، إذا منه قادر الشخص منه قادر، صحيح. إذا بدنا نحكي عن المشاكل يلي منعاني منها وعن الأساليب المعتمدة، خاصة أنه الأهل اليوم لما يعرفوا أنه الطالب ممكن يتواصل عبر عالم الإنترنت مع طالب آخر بيخافوا، صح. فبعالم الاي ليرنينج يعني والتواصل عن بعد والتعلم عن بعد، طالب ايام بحاجه انه يحكي يمكن مع استاذه، صحيح، او مع طالب اخر، كيف نعمل كنترول على هالشيء؟ رح احكي على هذا البلاتفورم. نحن البلاتفورم هيدا الاستاذ التلميذ في يحكي مع الاستاذ برايفتلي لحاله بقلب هذا البلاتفورم، طبعا بعيدا عن الواتساب لانه بنعرف نحن في بعض الاساتذه ما بتقبل انه رقمه يصير مع التلميذ، ففي يحكي التلميذ مع الاستاذ برايفت والاستاذ كمان عبر الابلكيشن، عبر الابلكيشنز، والاستاذ بيرد عليه للتلميذ كمان برايفت، وهيدي التشات بيكون تحت رؤيه اداره المدرسه. لا، يعني اكيد الادمنستريتور او المدير او الناظر العام او ناظر الحلقه عم يشوف انه هذا التلميذ حكى مع هذا الاستاذ وهذا الاستاذ رد على هذا التلميذ، او كمان هذا التلميذ حكى مع رفيقه، ما هن كمان فيهم يحكوا مع بعض. يعني مثل ما قلت انا نفس المشهد بالمدرسه فيزيكال ولكن بيصير فيرتشوال، ففيهم يحكوا مع بعض بهذا التفصيل. نعرف نحن هلا مثلا تلاميذ اللي نقول بحلقه اولى حلقه ثانيه جريد 1 تو 6 في جزء، طبعا مش جزء كبير، بس في جزء ما عندهم واتساب ما عندهم خط تليفون، فاكيد بصير يشتاق انه يحكي مع رفيقه او يحكي مع زميله بالمدرسه عبر هذا الاب. بس نحن هون شو بنكون عملنا؟ في يحكي معه؟ ايه في يحكي معه فويس وفي يحكي معه تشاتنج. نعم. بس هيدي التشات اللي صارت نحن فينا نسمحها وفينا كمان يعني فينا نخليها كيف تصير. كيف كان الحد منا نحن؟
فينا نحن في بوليسيز معينه، فينا نقول نحن نعطيهم ساعه حكي مثلا باليوم. مين بحط هالبوليسي؟ الادمنستريتور، يعني نحن بنحط هذا البوليسي. نحن كأهل ما فينا نعمل شيء. لا بس نحن بنكون اكيد انتم بتكونوا عم تحكوا مع المدرسه بهذا التفصيل، انه انتم بدكم والله تلميذ ابني انا مثلا ما بدي اياه يطلع تشات كثير مع تلاميذ، بتصير دغري هاي مع تنسيق مع اداره المدرسه كمان. بس اكثر من هيك انه هيدي التشات الفرديه نحن عم نحكي عنها هي مراقبه مونيتورد، يعني انه انا كل شيء بحكي معك وانت بتحكي معي في عبر هذا الاب التلاميذ من بعض كله مراقب، حتى الفويس هو مراقب. ليش هذا الشيء، هذا البراي البوليسي محطوطه عشان لانه هو هذا الاب فور اديوكيشن، ما يروح المنحة لمواضيع تانية مش مواضيع دراسيه. بختام هذا اللقاء بدي احكي نقطه كثير مهمه، كيف بيقدر الاستاذ يعمل ايفالويشن للطالب او تقييم للطالب من خلال الاي ليرنينج او التعلم عن بعد؟ هلا بعرف انه بيعملوا فروضهم المنزليه وبيبعتوها للاستاذ بيصلحها برا برد عليهم، ولكن الطالب هل راح يخسر سنته الدراسيه من خلال التعلم عن بعد ولا لا؟ راح يقدر يرجع يسترد يمكن النشاط الذهني والفكري لما يرجع على الصف؟ ايه هلا هو اكيد نحن بهذا الشوك اللي صارت ما راح يتطبق البلاتفورم بشكل 100%، راح يكون اكيد 70 لل 60، ان شاء الله يكون يوصل 80%. ولكن الاستاذ بقيم التلميذ عنده، في عندنا بقلب كمان بقلب هذا الابلكيشن نحن بنحكي عنهم في شيء اسمه اساينمنتس، شيء اسمه اكزامز، شيء اسمه كويزز. بصير الاستاذ على قدر الامكان يقدر يبعث له للتلميذ هول الاساينمنت هول الكويزز، التلميذ بحلها اونلاين، او اذا مثلا بنحكي نحن على الصف الثانوي رياضيات او فيزياء بنعرف انه ما في كثير التلميذ على الكمبيوتر انه يحل مسائل فيزيائيه، فبيحلها على الورقه كمان بالاب اللي بالتليفون، هي مجموعه ابلكيشنز بيصورها بتروح دوكيمنت للاستاذ، فالاستاذ بيقدر يصلح. هلا اكيد هذا ما بيغني عن الوجود الجسدي بالمدارس، بس انه قدر الامكان ما نحاول نحن لنقطع هذه الازمه، ما نخسر السنه الدراسيه 100%. مزبوط، شكرا لوجودك معنا ابراهيم شعبان مستشار تكنولوجيا التعليم لشركه مايكروسوفت. شكرا. على امل انه تمر وتمضى هالمرحله على خير ونخلص من هذه الازمه اللي عم نعيشها، لانه فعلا تعبنا. صح، والطالب تعب كمان. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا فاصل علينا صغير ونرجع. صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي اذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر هاشتاج احلى اندرسكور صباح اندرسكور بالبيت، حتى هيك نتواصل نحن وياكم اكثر واكثر، تبعتوا لنا صوركم حتى ما تحسوا حالكم بعاد عن العالم الاجتماعي، بعاد عن الحياه اليوميه اللي كنتم معودين تعيشوها، هيك بصير في انتر اكشن بيننا وبينكم وبنتواصل. وبنفس الوقت بدي ارجع اذكر كمان مره كل الاشخاص انه اليوم وكل يوم من هلا حتى تخلص هيدي الأزمة وهالفترة تعدي على خير، خليكم بالبيت، إذا ما في شيء ضروري ومش مضطرين تطلعوا وتعملوا أي شيء فخليكم بالبيت حتى تحافظوا على صحتكم وصحة يلي حواليكم، وفكروا بكباركم لأنه رح تنقلوا لهم هيدا الفيروس وهالعدوى بطريقة أسرع من أي شخص تاني، حتى نكون كلنا إيد وحدة ونوقف حد بعض. المجتمع بحاجة لهالشباب، مين في غيرهم اللي قادر اليوم يعمل فرق كتير كبير بالحياة الاجتماعية وبالمجتمع ككل، خاصة أنه فيروس كورونا يعني اليوم عم بيهدد حياة الكتار، وما فينا نخلص من هالأزمة إلا إذا كنا واعيين وعم نقوم بوعي ومسؤولية أنه نوصل الفكرة ونوصل الوعي الضروري للي حوالينا. فقاموا طلاب الجامعة اللبنانية بهاشتاج، أطلقوا هاشتاج اسمه أنا حد بلدي، فعلا لأنه بلدنا ووطننا هو بيتنا لازم نحافظ عليه. فكيف إذا كانوا هالطلاب عم بيقوموا بهيدي المبادرة حتى يساعدوكم ويجربوا قدر المستطاع يحدوا من انتشار فيروس كورونا؟ تنحكي أكثر عن هالموضوع اليوم بصرنا استضيف هادي محي الدين فرحات، طالب جامعي سنة ثالثة كيمياء. صباح الخير. صباح. وأهلا وسهلا. يعني بالبداية خبرني شوي كيف خلقت فكرة الحملة يلي عم بتقوموا فيها، إنه عم بتزوروا المحال التجارية وعم بتعقموا وعم بتقوموا بالوعي اللازم والإرشاد الضروري لا المواطنين ككل؟ صح، أول شيء الحملة بلشت بعدة أجزاء، في جزء هو كان طلاب أو شباب هيدي بيوصلوا الأغراض بشكل مجاني لأي شخص عامل حجر المنزلي. نعم. تاني جزء هو التعقيم، في ناس يعني نحن طلاب سنة ثالثة كيمياء
او طلاب كيميائيين من الجامعه اللبنانيه، اخذنا على عاتقنا انه نفوت على المحل، نعقم المحل، نسلمه كفوف وكمامات، نحكي شويه ارشادات كيف بده يتعامل مع هذا الفيروس، كيف بده يكون معاملته مع الزبون قبل ما يفوت وبعد ما يفوت، شو هن الاشياء اللي لازم يتجنبها هو بالمحل اللي هو موجود فيه. نعم. كطلاب ما خفتوا تقوموا بهيك مبادره خاصه انه الفيروس عم بيهدد حياه الكتار؟ طبعا اكيد هو هذا الشيء يعني بيعرضنا لخطر وبيعرض حياتنا شوي، بس اكيد في لاس شوي شوي هلا لاحظنا انه صار في معنا مصاري زياده، يعني نحن عم نجيب الغراض هلا معنا شويه مصاري زياده، ممكن هالمصاري يعني اذا كبر المشروع اكثر نضطر نصرفهم، يعني نصرفهم على المعدات وهيدا. نعم. هي المشكله اكثر شيء نحن عم نوقع فيها قصه المصاري، قصه المعدات، يعني الباخ كذا هولي الاشياء بنرش فيهم هولي هن يعني اللي عليهم السعر العالي. نعم. يعني اليوم بتناشدوا عبر هيدي الشاشه الاشخاص المعنيين والمقتدرين يلي قادرين يساعدوكم انه يمدوا ايد العون حتى نخلص من هيدي الازمه باسرع وقت أكيد ممكن. ان شاء الله. مش خايفين من خلال العمل التطوعي اللي عم بتقوموا فيه انه انتم كمان تعرضوا حياتكم للخطر، كيف عم تاخذوا الوقايه الضروريه من هالناحيه؟ اكيد نحن في زي بنلبسه يعني زي واقي مع كمامات مع الكفوف، يعني عم نحاول قد ما فينا نتجنب هيدا الفيروس، يعني على قد ما القدره بتسمح لنا عم نحاول نشتغل. اكيد في هذا الزي نحن اللي بنلبسه، عم نشوف الصوره على الهواء، على كل حال هيدا الزي اللي بتلبسوه صح؟ نعم. هذا الزي يعني شايف الجوجلز، الكمامات، الكفوف، يعني كله كامل، وهذا الزي بيتغير، يعني بيتغير كل قد ايه؟ بس اول يوم بنلبسه، ثاني يوم بده يتغير يصير في زي ثاني، يعني 12 هذا الزي بنلبسه 12 ساعه بضل برات البيت بيرجع بيتغسل. نعم. بيرجع بيضل على جنب، نحن بنكون بهذا الوقت اشترينا زيتين. حتى الجالون تبع الرش كمان بتغيروه؟ الجالون تبع الرش ما بنغيره، الجالون تبع الرش هن المواد بتستخدم 12 ساعة، يعني إذا نحن هلا نقول بقي بقلبه للجالون، هول المواد نحن بنشيله ومنفضيه ومنغسله مي وصابون، بنرجع بنزيد المواد لأن اللي بدنا نعقم فيها. نعم، لأنه الجالون كمان ممكن إذا وضع على الأرض كمان يلقط هيدا طبعًا الفيروس. طبعًا. وحتى إذا حاملينه بإيدكم كمان من إيد لإيد كمان ما حدا بيعرف شو ممكن يكون عم يلقط. أكيد، بس هو نحن هيدا لما هو الفيروس يعني العالم شوي هي معظمتها قصته، هو بالصابون والماي يعني بيروح كمان طبعًا. فهو نحن لما نسويه بالصابون والماي فهذا الشيء كافي كان. نعم، خبرني شوي عن الشباب اليوم اللي عم يتواصلوا معك، المتطوعين قد إيه صار عددهم؟ عددهم كبير، بس صراحة أنا مش كل شخص عم بيحكيني، يعني عم كون دغري عم يعني مش عم دغري عم بقول له إنه فينا نشتغل، لأنه هيدي في خطر عليك وشوي بدها توعية، يعني يمكن بدها شي ندوة مع الصليب الأحمر أو مع طلاب الجامعة. نحن ففي عدد كبير، بس هل إنه أنا بس مش كلهم بينزلوا على الأرض، ما بنقدر. يعني أنت برأيك اليوم الوعي المنتشر بين الشباب من خطر انتشار فيروس كورونا هو كافي؟ كشباب جامعيين إيه، بس كمواطنين عاديين بحس شوي اقل. شو عم بتواجه على الارض مثلا من هالناحيه؟ وين عم بيكون في لا وعي عند المواطنين؟ هو بشكل عام اي شخص عم بيتصل فينا يعني عم بيكون كثير متجاوب معنا. بس نحن مثلا بنروح على الشارع، هي فكرتنا نحن ننشر الوعي، كيف انت لما تشوفي محل عم بيعقم لابس كفوف لابس كمامات، المحل الثاني يمكن يطلب نفس الشيء، ثالث محل رابع محل، لما تفوتي على الشارع ست محلات عاملين هيك، باقي المحلات لحالهم حيطلبوا هيدا الشيء، لحالهم حيحسوا بهيدا الوعي. فكانت هيدي الطريقه انه بننشر الوعي اكثر ما انه نعطيهم بروشيرات او شيء، لانه حسيت في كثير ناس هول البروشيرات ما كثير عم تعني لهم، عم يعتبروهم شيء دعايه او شيء شغله. نعم، ما بيخافوا المحال التجاريه انه مثل ما بيقولوا يستنجدوا بطلاب الجامعات تحت يعقمون المحل، لانه ما بيعرفوا شو المواد اللي عم يستعملوها. انت من شوي ذكرت انه عم تاخذوا الارشادات من كليه الطب حتى تستخدموا المواد اللي عم بتم من خلالها تعقيم المحل، فهالخوف عم بيكون قد ايه كبير عند او قد ايه عم بيكون في ثقه من قبل الاشخاص المعنيين فيكم انتم كطلاب جامعات، وبنفس الوقت الارشادات اللي انتم عم تاخذوها عم بتكون فقط من كليه الطب او من الصليب الاحمر اللبناني كمان؟ صراحة ثقة تامة، يعني فيك تقولي هيك شيء. هلا طبعا بيبقى في حالات يعني، بس جزء من الجزء هي بتكون، واي حدا كان عم يتصل فينا هو ما بيتصل فينا الا اذا عنده ثقة تامة. فلا الحمد لله مشان قصة الثقة يعني عم بيكون عندهم ثقة تامة وكثير عم بيكونوا متجاوبين معنا. بيسألوكم على المواد اللي عم تستعملوها شو عم تحكوا؟ اكيد بيسألونا ونحن بنجاوبهم، نحن بندلهم على الطريقة كيف بدهم يعقموا محلاتهم، شو الاشياء اللي لازم يستخدموها، يعني بده يكون في هاند جيل على باب المحل، كل زبون بده يفوت اذا بتريد استاذ بس عقم ايديك،
كيف بدهم يتعاملوا مع كل زبون بعد ما يفلشوا بدهم يرشوا، يعني هيك عم بيكون عم بيكون في تجاوب تام. وكإرشادات كطلاب من مين عم تاخدوها غير كلية الطب؟ نحن أخذناها من كلية الطب يعني بشكل أساسي، بس نحن كنا مدعوين على ندوة من الصليب الأحمر إنها من فترة، فأخذنا منه كمان توجيهات، بس هي بالأساس من كلية الطب. نعم. الأساتذة بالجامعة قد ايه ساعدوكم، قد ايه دعموكم بهيدي الحملة كونك طالب جامعي سنة ثالثة كيمياء؟ هلا الدعم الأساسي كان من طلاب الكيمياء، من طلاب الطب. نعم. مش من الأساتذة الكيميائيين. يعني نحن ما في صراحة تواصل بيننا وبين كلية العلوم، نحن في تواصل بيننا وبين كلية الطب يعني أكثر. نعم. أكيد في دكاترة شافوا البوست وحكوا معي على جنب، قالوا لي أي شيء نحن جاهزين ونحن معك وحدك ويعطيك الف عافيه ودعمونا يعني، وهن عندهم سأل وما في سأل كمان نفس الشيء. نعم. هل واجهتكم مشاكل وعرقيل بعملكم التطوعي؟ لحد هلا يعني الحمد لله ما في اي مشكله، يعني نحن اكثر مشكله يمكن عم نعاني منها هي انه من ريحه المعقمات وكذا صار في عنا مساء عنا مشكله بالتنفس اكثر من هيك لا. يعني سلامة قلبكم، سلامة قلبكم طبعا. هيدا هو الخطر لاني يعني بس شخص عم بيطلب مني انه يكون معنا بقول انه في خطر عليك يعني انت تروى شوي، بس هذه الفكره. نعم. يعني هيدا قدر المستطاع انتم اليوم بتحطوا ايدكم بايد الاخرين حتى نتساعد كلنا ونقدر ننقذ هالبلد من فيروس كورونا، على امل يعني انه يكون الخلاص قريب، لانه المشكله يوم عن يوم عم تكبر وعدد المصابين عم على تزايد. يعني وصلنا لثلاث وفيات، ان شاء الله ما بقى بنسمع بحاله وفاه، وان شاء الله ما بقى بنسمع باي حدا عم بيلقط هيدا الفيروس. يعني الوقايه ضروريه والوعي والمسؤولية لازم تكون كتير كبيرة عند المواطنين حتى يتوقوا وبنفس الوقت يحموا غيرهم من أنه يلقطوا الفيروس. اليوم هادي محي الدين فرحات كطالب جامعي، شو الرسالة اللي بدك توصلها من خلال هذا العمل اللي عم بتقوم فيه، أنك عم بتعرض حياتك للخطر كرمال تحمي غيرك؟ شو بدك تقول لكل الطلاب يمكن اللي بعد في عندهم خوف أنه يواجهوا فيروس كورونا بوعي ومسؤولية؟ أول شيء هو أهم شيء النفسي، يعني يضل واحد واثق ويضل عنده مرتاح نفسيا، يعني قد ما بيقدر يضل هو متأقلم مع الموضوع ويحاول هو يكون الأمل لغيره، يعني ما يكون هو الإنسان اللي عم بيعمل يعمل الإحباط لغيره، خاصة هو كطالب جامعي لازم يكون عنده الوعي الكافي لحتى يستمر بهذا العمل. أكتر شيء صراحة بدي ناشد الناس اللي عم تفتح محلاتها وهي ما عم تطلع شيء، يعني في كذا محل فاتت لعنده هلا كما بدي لك إياه، إنه يقولوا لي مثلا نحن ما فات لعنا ولا زبون. طب ليش فايتين؟ قال لأنه غيرنا فاتح. طب هو اللي هني بشكل غير واعي أو بشكل لا. غير مباشر وما يقبلوا أنه تعقمون المحل؟ بلا بيقبلوا أكيد بيقبلوا. بس أنه بدونش يسكروا المحل رغم أنه هو ما فات لعندهم ولا زبون. نعم. فهني ممكن هو اللي يستغنوا عنه، خلونا هالفترة على القليل اللي نحن قد ما فينا، يعني الشخص اللي ما قادر يعقم ولا قادر يروح ديليفري افضل شيء انه يقعد ببيته. بالنتيجه ده باب رزق كمان، ما فينا نقطع بارزاق العالم طبعاً. كل واحد بشوف الامور على طريقته. أكيد. ان شاء الله يا رب ما حدا هيك بتمرق عليه اي ضيقه، ان كان لا صحيه ولا اقتصاديه ولا ماليه. على امل نخلص قريبا من فيروس كورونا، لانه هو المشكله الاكبر اليوم واللي عم بتهدد حياه المواطنين. وانتم كشباب على اهب الاستعداد وقادرين مثل ما بيقولوا انه تحطوا ايدكم بايد الشخص الثاني، إذا لوحده ما بتزقف حتى نجرب نحد من انتشار هذا الفيروس، كل واحد على طريقته. فأنتوا اليوم عطيتوا فكرة لكل المواطنين كيف يقدروا يدقوا الباب حتى يتلقوا المساعدة. أهلا وسهلا فيك هادي محي الدين فرحات، طلاب الجامعة اللبنانية. أنتوا كفريق متكامل اليوم أطلقتوا هاشتاج أنا حد بلدي عبر السوشيال ميديا، وهلا صرتوا كشباب متطوعين على الأرض، وهذا الفريق عم بيكبر يوم بعد يوم. دخيلكم انتبهوا على حالكم، صحتكم غالية علينا، توقوا منيح لأنه أنتم شبابنا والمستقبل قدامكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا. مشاهدينا فاصل إعلاني، وبدي أذكر كل المشاهدين أما نروح لفاصل إعلاني رح نكون نحن وياكم مع أخبار متفرقة من العالم مع زميل داني حربي وورد سيجمنت. نتابع نحن وياكم صبحيتنا مشاهدينا، برحب بكل الاشخاص يلي هلا انضموا لنا
من بيوتهم، لأنه هيك اتفقنا وهيك لازم نلتزم، وهيك نحن واجبنا نكون عم نضوي على كل الأمور يلي من واجبها أنه توعي، من واجبها تضوي على حال المجتمع بهيدي الفترة. أول حالة كورونا بلبنان أكيد الصليب الأحمر اللبناني هو اللي تلقفها ونقلها بكل جهوزية تامة. مشكورين كل الطاقم، كل الفريق، كل الشباب والصبايا يلي متطوعين عم يعطوا من وقتهم، من صحتهم، من شغفهم بالحياة، وأهم شيء من إنسانيتهم. هذا الموضوع ما أنه جديد على الصليب الأحمر اللبناني، ولكن بهيدي الظروف تحية أكبر لألهم بصلب عملهم الميداني على الأرض، بجهوزيتهم بدورات تدريبية المخصصة لنقل المرضى المصابين بفيروس كورونا. لحتى نتوقف عند كل هيدا التفاصيل، لحتى يكون عنواننا فقط الصليب الأحمر اللبناني، بصير نستضيف معي بالستوديو المدير الطبي وعميد كلية التمريض بالصليب الأحمر اللبناني دكتور أنتوني نصر. دكتور صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. تحية ويعني تحية كلها فخر لكل هالعمل يلي عم بتقوموا فيه. أدي دكتور، الصليب الأحمر اللبناني كان بجهوزية تامة حتى قبل يعني ظهور الحالات بلبنان، حالات كورونا، لأنه الصليب الأحمر عودنا دايما يكون بهيدي الجهوزية التامة. نعم، أول شيء مرسي، بشكر تحيتك، وهيدي واجباتنا انطلاقا من إنسانيتنا. بالنسبة للجهوزية، الصليب الأحمر دايما بيعتمد contingency plans، يعني خطط احترازية، تيكون قدر يكون جاهز يواجه الصعوبات اللي ممكن تصير، الكوارث أو التحديات إذا كانت صحية ولا غيره ولا طبيعية بلبنان. دونك من هالمنطلق يمكن الصليب الأحمر كان جاهز من قبل، بركي من يمكن أزمة الإيبولا كان جاهز. والشيء كمان تاني الأساسي هو الحروب اللي كانت قريبة علينا، أخذنا مثل ما قلت ضمن الخطط الاحترازية احتمال يكون في حروب بيولوجية أو كيميائية. دونك فريق السي بي آر إن يلي بيهتم بهالمخاطر كان جاهز، ومن هالمنطلق الصليب الأحمر اللبناني كان عنده ناس مسعفين مدربين، وكان عنا الأوتيل العتاد والتجهيزات اللازمة كرمال نقدر نواجه هيدا الخطر إن كان بيولوجي ولا كيميائي. وهود التجهيزات والتدريبات هي اللي سمحت لنا إن نقدر نكون عم نلبي بقدام الكورونا. نعم، اليوم أمام هيدا التجهيزات وأمام هيدا الجهوزية، كمان بالمعايير يلي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والتزاما كمان بصليب الأحمر الدولي وتعليماته ومتابعته وكل المنظمات التابعة وعملكم الدؤوب بهيدا الإطار. اليوم متابعة لكل شيء على صعيد العالمي للمعايير العالمية، هل من جديد ترى، هل من تعليمات جديدة، هل من متابعة، وحتى كمان للشباب والصبايا لأنه هن على أرض الواقع ميدانيا عم بتابعوا الحالات وينقلوها للمستشفيات المخصصة لهذا الموضوع؟ صح، نحن دايما منتابع ومنكون updated ومنكون up to date لكل شيء، لكل المعايير العالمية والعلمية اللي بتكون عم تطلع. أكيد منتبع الإرشادات منظمة الصحة العالمية وحتى CDC. نعم. ومنتصرف على الأرض بطريقة، حتى أوقات منتخطى شوي الأشياء المفروضة علينا علميا. ليش منتخطيها شوي؟ تنكون بمجال آمن تماما، لأنه بتعرف تقييم المريض هو شغلة دقيقة، ومش دايما المريض يلي بيكون تعبان إن كان ببيته ولا بالشارع بتقدر تقيم حالته بطريقة 100%. فنحن احترازيا مننقل لليفل أعلى من الوقاية والحماية، كرمال أول شيء نحمي مسعفينا يلي هن بأكتريتهم متطوعين، وكمان نحمي المريض ونحمي كل الناس يلي بنرجع مننقلهم بالصليب الأحمر. نعم، اليوم السيارات يلي هي مجهزة حكما لنقل المرضى، هل من إجراءات متخصصة اتخذت أو تضاف اليوم مع الإمكانيات المتاحة لحماية المرضى، ويكون عم بيتم عزلهم من مو من زيرو، خليني أقول من نقلهم من بيوتهم أو أماكن اللي عم تنقلوهم منها وصولا للمستشفيات، وبنفس الوقت يكون الطاقم كمان طاقة بالصليب الأحمر اللبناني بحماية تامة شباب وصبايا؟ نعم أكيد. هلا بالنسبة لسيارات الإسعاف،
السيارات يلي مخصصة لنقل مرضى الكورونا أو يلي مشتبه فيهم يكون عندهم مصابين بالكورونا هن سيارات خاصة غير السيارات يلي بتنقل المرضى العاديين مثل يلي هو عملنا اليومي. هل سيارات أكيد تجهيزاتها غير؟ هي إذا بدك معزولة بشكل مغاير لأنه هون العزل بده يكون ستريكت أكتر بده يكون أقوى بليفل أعلى طبعاً ممكن يكون في عزل تام تيكون في عنا إمكانية تعقيم كمان بطريقة أقوى لأنه القصة ما بتحمل لازم تكونوا هالسيارات معزولين وبيتعقموا مثل ما لازم. نعم اليوم أمام هيدا المعضلة أمام كمان الحضور يلي عم بيكون للشباب والصبايا قدي كمان الإسعاف بجهوزية يعني بعرف الخطة بتتقسم لثلاث محاور يلي مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء هيك نبلش نشاركها مع المشاهدين. أول شيء شو ثلاث محاور يلي عم تشتغلوا فيهم ما بين خط الطوارئ فرز اتصالات ما بين حالات كورونا وحالات كمان لأنه عم بتزاولوا كمان عملكم لأنه في إصابات بحالات طبيعية بعيدة عن الكورونا خبرنا شوي كيف عم بيصير العمل وخطط العمل. أوكي الصليب الأحمر اللبناني بمواجهة الكورونا عم بيشتغل على ثلاث محاور مثل ما حضرتك ذكرت. أول محور هو التوعية إن كان التوعية المباشرة من خلال الندوات كانت عم بتصير هلأ بطلنا نعملها بشكل مباشر بطريقة غير مباشرة أو من طريق تدريب ناس تيكونوا هن ينشروا التوعية وبهالإطار نحن دربنا تقريبا 520 شخص متطوع تيقدروا هن يعملوا حملات توعية. هلأ بالشق الشقين التانيين الشق مثل ما حضرتك عم تسأل عن تلقي الاتصالات لونك بتعرف الخط الساخن للصليب الأحمر اللبناني هو رقم 140 يلي بيتصلوا عليه الناس أكيد في أكيد عم نشوف الإجراءات لو بدي قاطعك رح نرجع نتوقف معهم بعد شوي لأن هي الإجراءات الاحترازية يلي طبيعي. حضرتكم ذكرتوها نعم هون مثل ما عم بتشوف بالصورة كنت عم تسألني عن جهوزيتنا وكيف بيحموا حالهم المسافين وكيف بيحموا المريض يلي معهم نعم هلأ إذا بتحب فينا نفصل لأنه في طبعا طالما عم نشوف الصور نعم يعني نكون مع الصورة الأولى يلي هي كيف عم بتم نقل الأشخاص المصابين شو التدابير المتخذة وكيف عم يعني عم بتم التأكد أنه أي هالشخص صحيح مصاب بالفيروس. أوكي هلا اول شيء مثل ما بقول لك وقت يجي الاتصال او توصلنا معلومه ان كان من وزاره الصحه او من مستشفى رفيق الحريري الجامعي او حيلا يمكن اوقات بتكون البلديه اللي عم تتصل فينا غرفه العمليات بتاخذ هالاتصال بتحلل المعلومات وبتقيم الوضع اذا كان في حراره او مؤشر التهابات بالجهاز التنفسي في سلسلة أسئلة بيسألون إذا كان في شك معين بيحاولوا الاتصال أو للمدير الطبي أو لطبيب من الإدارة الطبية للصليب الأحمر كرمال يصير التقييم بليفل أعلى صار في هون تدخل طبي ولو على التليفون كرمال نقدر نقيم ونقدر نقيس الريسك نقيس الاحتمال أنه يكون في إصابة كورونا وإذا كان في عنا شك بنعتبر هالشخص محتمل وبنتصرف معه على الأساس ما يعتبر confirmed يعني مؤكد انه كورونا الا اذا كان اجرى هالفحص المخبري باحد المختبرات المعتمده بشكل اساسي بمستشفى رفيق الحريري الجامعي. نعم. دونك بس اذا كان هالشخص محتمل او مؤكد اصابته بدنا ناخذ اعلى الاجراءات. نحن بالنسبه للحمايه بالنسبه للبي بي ايز يعني وسائل الوقايه يلي بيلبسوها المسعفين في عنا ثلاثة ليفلز. في عنا البيزك أو الأساسي في عنا الانترميديت يعني المتوسط وفي عنا الأدفانست يعني المتقدم مثل يلي شفتون بالصور يلي هن اللباس الأبيض كليا هو المتقدم الوايت سوت هو المتقدم أكيد هيدا حسب المعايير العالمية وشوي أعلى حتى كرمال حماية كاملة للمسعفين وللمرضى ذكرت الجهوزية للمسعفين وتدريبهم وكانوا مجهزين مسبقا يعني من وقت كمان الإيبولا لحتى يكونوا عم يستوعبوا هيك نوع من كوارث تصيبنا اليوم أدي عدد المسعفين أو أدي هن بجهوزية وخاصة يلي متدربين يلي جاهزين لأنهم يكونوا موجودين لأن بعرف يمكن مش الكل قدر يخضع لهالدورات التدريبية المتخصصة والمتقدمة دكتور وحدة الخطر البيولوجي والكيميائي والنووي هي وحدة قائمة بالصليب الأحمر ومنا جديدة ومشان هيك نحن التدريبات على هالمخاطر يلي ذكرتها
كمان ما انه شيء جديد. يلي صار قدام الإيبولا انه بطريقه سريعه بس دربنا الشباب المسعفين على شو خصوصيه الكورونا. بتعرف لانه الكورونا عنده خصوصيه معينه بطريقه انتقاله، دونك مشان هيك كان بدها تدريب معين لإله، وهيدا الشيء صار وبعده عم بيصير. عم بيصير بشكل دائم. لليوم في عنا 300 مسعف مدرب على هالمهمات. في عنا 19 مركز مجهز لهالمهمات، ومنتشرين اكيد هالمراكز بكل المناطق اللبنانيه. نعم، انا على كل حال عم نبش بنفس الوقت على الابلكيشن يلي صليب الاحمر اللبناني اطلقه للمساعده، لانه صليب الاحمر بامس الحاجه لمساعده كل واحد منا. اليوم عم فوت على الاوفيشال بيج لحتى نكون عم نشارك المشاهدين بهالابلكيشن يلي من خلالها قادرين يتبرعوا لمساعده التجهيزات. خليني اقول قد ايه اليوم الصوت لازم يعلى اكثر بهذا الاطار، وكيف الجهوزية، وقد ايه حضرتكم اليوم بحاجة يمكن لدعم بهالفترة الحساسة، لأنه لازم تكونوا عم تستبقوا الأمور لقدام كمان. نعم، هلا من ناحية العنصر البشري شبابنا موجودين وجاهزين وعم بيتدربوا أكثر وأكثر، وعدد يلي قادرين يقوموا بهالمهمات عم بيزيد كل يوم. نعم. من ناحية التجهيزات، التجهيزات موجودة والكميات كافية، بس مثل ما بتعرف هالحالات عم تتكاثر اكثر، والمخزون تبعنا عم نستهلكه. هلا امبارل عم نجرب بشكل متوازي انه نامن تنضل جاهزين، نقدر نضل نلبي قد ما طولت الفتره، وان شاء الله ما بتطول. بتعرف هالمعدات فيها كلفه كثير عاليه، يعني تقريبا كل ما تطلع سياره اسعاف مجهزه وفيها الاشخاص لابسين اللي لازم يلبسوه تينقلوا شخص، بتكلف هذه العملية تقريبا ما يعادل 850 دولار. صحيح. يلي هو رقم منه يلي هو رقم كبير نسبة لا يلي عم بيصير. نعم طبعا، خصوصي انه المهمات عم بتصير زيادة، يعني عم بيكون في لحديت هلا كل يوم بين 10 و 20 مهمة نقل مريض مشتبه في كورونا، اوقات مصاب بكورونا. نعم، بدي شارك مع المشاهدين الابلكيشن اللي هي Lebanese Red Cross Support LRC يلي من خلالها بيقدروا يفوتوا لحتى يكون في تبرعات عم بتصير من خلال هيدي الابلكيشن اللي هي اتس فري ابلكيشن، بينزلوها بيكونوا عم بيتابعوا يعملوا تراكينج لعمل الصليب الاحمر. لكن برجع بذكر Lebanese Red Cross Support LRC لحتى من خلالها التبرعات تكون حتى من خارج لبنان، يعني مزبوط. يكون في امكانيه للمساعده اللي عم نحكي عنها. هي بشكل اساسي انخلقت كرمال المساعدات، يعني اللبنانيين كثير عم بيتواصلوا معنا من برات لبنان، وبتعرف انتشارهم كثير كبير، وعم بيحبوا يكونوا عم بيدعموا اهلهم ويساعدونا هون بلبنان، ومشكورين كلهم. طبعا اليوم يعني على هيدا الجهوزية اللي عم نحكي عنها دكتور، على المتابعة، إذا بدنا نحكي شوي عن دور الصليب الأحمر بنقل هذه الحالات، كيف عم بتكونوا عم بتتابعوا كمان ببعض الأحيان، وكيف التنسيق عم بيصير مع وزارة الصحة ومع الجهات المعنية لحتى تكونوا كلكم إيد واحدة مثل ما بيقولوا، لأنه كلكم على خط واحد وعلى تواصل دائم بهذا الإطار. أكيد نحن بهذا الإطار الصليب الأحمر اللبناني هو حلقة من الحلقات اللي لازم تجتمع كرمال نقدر نواجه أزمة الكورونا. نعم. مثل ما كنت عم بقلك، وقت ناخد الاتصال وقت يصير في تحليل للاتصال، إذا المدير الطبي أو الطبيب من الإدارة الطبية بيلاقي أنه هالحالة مشتبه فيها كورونا، بيتواصل أكيد داخليا مع مدير الإسعاف ومدير التدريب اللي هو طبيب تاني كمان بالجمعية، ويهتموا داخليا. خارجيا المدير الطبي بيتصل بوزارة الصحة وكمان بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، لأن هو لحديت اليوم المستشفى الوحيد اللي عم بيستقبل هالحالات. دونك بيصير التنسيق مع هالجهات كرمال نأمن نقل المريض بالسرعة اللازمة بالطريقة الصح وللمكان الصح. طبعا دكتور نصر، اليوم امام هذه التحديات كلها يلي عم بتواجهكم، وامام الواقع يلي عم نشهده كمان، يعني اعلنت الحكومه اللبنانيه وفخامه رئيس الجمهوريه التعبئه يلي هي المسؤوليه الذاتيه واشراك المواطن بالتزام منزله، ونكون كلنا عم نساهم بالحد من انتشار فيروس كورونا. اليوم امام هيدا المسؤوليه يلي كلنا
لازم نكون حاضرين امامها، امام الحالات يلي عم تكتر. يعني اليوم الحالات كمان بحسب التقرير يلي طلع مؤخرا صرنا ب 109 حالات ما بعرف اذا صحيحه لحد الرقم الا نعم. اذا كان في ابديتس انا ما عندي علم فيها، لكن 109 حاله ظهرت بلبنان اليوم. قد ايه الصليب الاحمر ما اذا ارتفعت هذه الاعداد هو بجهوزيه، وشو التحدي او الخطر يلي ممكن نوصل له بحال كثير تفاقم الوضع وكثير الحالات اظهرت عن ارقام متطوره وعم تتقدم سريعا؟ اوكي، انطلاقا من مثل ما عم بقول لك من خططنا الاحترازيه، نحن في جهوزيه كافيه لليوم، وهالجهوزيه عم نجرب نعليها كل يوم، عم ندرب ناس زيادة، عم نجهز مراكز زيادة، عم نجهز سيارات إسعاف زيادة، بنفس الوقت لأنه بدنا نجرب نكون نحن عم نسبق الأزمة ما نخليها هي تسبقنا. بنفس الوقت العدد اللي عم بيتكاثر مثل ما حضرتك عم بتقول عم بيخلينا نصرف من مواردنا، نعم. مش هناك بشكل متوازي عم نجرب نرجع نعيد الحاجيات اللي نكون صرفناهم، نجرب نطلبهم من برا، وهيدي الشغله فيها مشكلتين، فيها أول شيء المشكلة المادية، وفيها مشكلة توفر هالمعدات، وهيدي المشكلة عم بيعاني منها لبنان ويمكن غير طبعًا بلدان. طالما عم نحكي عن هالمشكلتين، لأنه المشكلتين فينا نقسمهم على الصعيد الوطني، لأن أوريدي نحن بمشكلة على الصعيد يعني المشكلة المالية يلي عم نمر طبعًا. فيها وأثرت على هذا الموضوع، وكمان أونيفو انترناسيونال على الصعيد العالمي كمان المشكلة، لأنه كل العالم بحاجة طبعًا. هذه المواد. خليني اول شيء احكي عن الصعيد، على صعيد الوطني قد عم بيكون في تنسيق مع وزاره الماليه، مع الوزارات المعنيه، مع الحكومه، لحتى كمان يكون في تسهيل قدر المستطاع مع البنوك يلي حضرتكم كمان الايداعات فيها، لحتى تكونوا عم تقدروا تاخذوا وتدفعوا حق هذه المواد يلي حضرتكم بحاجه لها. طبعا التنسيق مع اجهزه الدوله هو كثير كبير وكثير اساسي ومنه جديد، دونك هو مستمر ومن زمان، واكيد مشكورين كلهم بيقبلون لكل التسهيلات طبعاً. كرمال نقدر نأمن هالأغراض. بيبقى مثل ما عم بقول لك المشكل انه النقدي من ناحيه انه بدك اموال كبيره لهالموضوع، وبدك يكونوا متوفرين اذا مش بلبنان خارج لبنان تقدر تستقدمهم. طبعا المشكله الثانيه اونيفو انترناسيونال على صعيد العالمي دكتور، كيف عم بيتم التنسيق عالميا يعني كمان مع صليب الاحمر بالمنظمات العالميه على صعيد العالمي لتوفير ما امكن من مساعدات، من دعم، من مواد اوليه بحاجه لها، لحتى يكون في يعني ما يكون في تقصير بولا بلد، لانه مثل ما قلنا هيدي الحاله يعني وين ما كان. نعم، هلا اكيد بيهمني انه كثير اذكر واشكر شركائنا من المنظمات بالعالم كله، ان كان نعم. من الهلال الاحمر ولا الصليب الاحمر بكل البلدان، يلي هن بالنهايه شركائنا وبيدعمونا وبيساعدونا بهذا الموضوع وبكل المواضيع الثانيه. بيهمني بس كمان من ضمن التحديات، يعني لازم نكون عم نذكر شغلة يلي هي التحديات الداخلية يلي هي مشكلة المستشفيات أو مشكلة مع المستشفيات باستقبال حالات أو كورونا أو يلي في احتمال أنها تكون كورونا. بهذا الموضوع يمكن أثرناه من قبل وعم بنحكى فيه رسميا وعلى التلفزيونات، وهون كمان بنحب نلفت النظر ونتمنى على المستشفيات تقدر تساعدنا بهذا الموضوع، وتكون عارفة انه نحن كل مرة منكون لابسين السوت يلي هي منا الادفانست، يعني يلي طبعًا. هي منا البيضة يلي هي الزرقاء يلي هي الانترميديت، نحن منكون اخدين وقاية زيادة، بس مش معناتها المريض هو مصاب بكورونا طبعا، يعني هيدا لحتى الناس ما تكون عم بتخاف طبعًا. زيادة ما تكون عم بتفكر زيادة، ولكن دايما حضرتكم بجهوزية لتستبقوا اي امر لحماية المريض ولحماية طاقم العمل. يعطيكم الف عافية، شكرا من القلب لكل هذه الجهود، اكيد التزاما بكل الناس بالتوصيات يلي عم بتحط والتزاما منا بالمساعدة، نزلوا الابليكيشن مشاهدينا لدعم الصليب الأحمر اللبناني. المدير الطبي وعميد كلية التمريض بالصليب الأحمر اللبناني دكتور أنتوني نصر، شكرا لك والله يقويكم. بشكرك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا مشاهدينا، نحن لهون منكون وصلنا بأحلى صباح لختام صبحيتنا، خليكن متابعينا وخليكن بالبيت لسلامتكن وسلامة الآخرين، خليكن ملتزمين بكل توصيات الوقاية، لأنه فكروا دايما في أصحابنا، في ناس كبار بالعمر، في ناس من عائلتنا مناعتهم ضعيفة
عندهم أمراض مزمنة، في ناس ما بيقدروا يقاوموا هيدا المرض، ونحن كمان يمكن مستشفياتنا إذا تفاقم الوضع ما رح تكون عم تستوعب، وما نقصنا مصائب أكتر. خلينا ملتزمين، خلينا واعيين، خلينا راقيين بطريقة التعاطي مع هيدا الموضوع. وشاركونا كمان عبر هاشتاج أحلى صباح بالبيت لحتى تكونوا عم تشاركونا بالنشاطات اللي عم تعملوها من بيتكم، من رياضة، من درس، من أي شيء عم تعملوه لحتى تمضوا هيدي الفترة، وأكيد من البيت. نلتقى فيكم بكرة بحلقة جديدة. بشكر متابعتكم، وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم. أكيد بعد في وقت. Stay safe. إلى اللقاء.